ايش يمكن ارادت من شيء الحمد لله. بس بقول لكم حاجه، والله ثم والله ما في حاجه مدحنا، لكن الله يبيض وجه القناه في حاجه سووها معنا، اللي هي اخوي الصلاه في وقتها. يا اخي سبحان الله، ارتحنا نفسيا. بعضنا برا ما كان يصلي الصلاه، نصلي حنا بس يغطنا النوم يا ابو تركي. يا جماعه يغطنا النوم، وبعدين يا اخي لا قوموك اهلك، خاصه اننا ذا المتزوجين. خلاص باجي ذلوا منك هنا، ما في، بتقوم غصب بتقوم غصب. فهمت؟ فصرنا سبحان الله نتلذذ بالصلاه وطاعه الله والتقرب لله. وكل شوي واحد يصلي، واحد يتكلم، واحد ذكر الحين. الله يا الله يا ربي في ذا اليوم مبروك. الله يرزقنا بر امهاتنا، الله يرزقنا بر امهاتنا. امي جاء ربي طول عمرها جت تقومني المدرسه وانا فيني نوم، ادري يمكن صارت لكم ذا الموقف. لا قومتني وانا ذا الحين ابي النوم، قلت يما انا واعي، ها شوفي انا واعي. قلت يما قم عاد اخلص تاخرت عن المدرسه. قلت والله اني واعي، شوفي واحد اثنين ابي اعلمها اني واعي، وانا والله هذه في عز نومي. واحد اثنين ثلاثة عندي راقد. يا الله عدل هالعدد. اي والله عشان بلفيت النية. اماتنا والله العظيم انهم احنا ينعتهم والله انهم كان سبحان الله تخلينا على كيفنا. ولا والله من الدلع، ولا لونهم